الله، صباحكم بكل خير. متابعي طقس العرب في الأردن، نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال ساعات نهار اليوم، حيث يسود الطقس غالبا صافي مع 25 درجة مئوية، وبالتالي هناك انخفاض طفيف على درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس. الملموسة 25، الرطوبة عالية 97%، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا. عجلون 23 ل 16 مع تفرق لبعض الغيوم، إربد 26 ل 16، جرش 24 ل 16، والمفرق 27 إلى 15. المنطقة الوسطى، البلقاء 26 ل 18، مأدبة 26 ل 17، عمان 25 ل 16، الزرقاء 27 ل 17، والبحر الميت 33 إلى 22. المنطقة الجنوبية، العقبة 34 ل 24، معان 27 ل 16، الشوبك 23 عفوا إلى 16، الطفي 24 ل 16، أما الكرك 23 إلى 15. المنطقة الشرقية، الرويشد 31 ل 17، الصفاوي طقس صافي 29 ل 17، أما الأزرق تفرق لبعض الغيوم 30 إلى 19. تابعونا في النشرات اللاحقة، وإلى اللقاء.